بسم الله الرحمن الرحيم. جريد 5، اهلا بيكم. ريكورد السيشن ده برضو عشان لو حد ما حضرش. طيب هنا بيقول اول حاجه اعمل كومبارشن ما بين الكيميكال وفيزيكال تشينج. ده الكيميكال تشينج اول حاجه. هنا بيقول ان ذا بيكتشر، ذا بيكتشر نوت شو ذا فيزيكال تشينج. طبعا الفيزيكال يبقى بي، لان هنا تشينج في الشيب اونلي. الاستراكشر ما اتغيرش، التركيب ما اتغيرش، هي عبارة عن نفس السبستانس، هي عبارة عن بيبر. يعني سواء قطعت البيبر أو تنيته أو عملت أو هو بيبر، مفيش تشينج في الستراكشر. بيقول لي the picture is show a formation of new substance. أي مادة يا شباب هيتكون فيها new substance، يبقى أنت بتتكلم على chemical change. هي دي الوحيدة اللي هتعمل new substance بنيو purpose. ايه هو بقى الكيميكال؟ ايه هو الكيميكال؟ بص الكيميكال عباره عن ايه؟ عباره عن when more، طبعا two or more substances contact او combine او react. كلمه combine يعني تحت، كلمه react يعني تتفاعل. يبقى اي مادتين هيتفاعلوا مع بعض يبقى انت بتتكلم عن حاجه اسمها كيميكال ايه؟ exchange. وطبعا كيميكال exchange اوكي امتى؟ formation a new substance، هيكون لي مادة جديدة خالص. يبقى لما يحصل كيميكال يبقى في مادة جديدة، زي مثلا هنا البيبر لما حصل له بير اتحول إلى أش، مادة جديدة خالص بعيد عن المادة السابقة. New substance by new purpose. النيو سبستانس ديت هتختلف في حاجات كتير جدا. يعني المادة الجديدة اللي اتكونت نيو سبستانس ديت ديفر فيزيكلي وكيميكلي، هتختلف فيزيائيا عن الاوريجينال سبستانس المادة الأصلية، سواء في الكالر، في الشيب، في السايز، في حاجات كتير جدا. كمان هتختلف في الاستراكشر، المادة اللي اتكونت نتيجة بيرن البيبر، المادة تختلف عن البيبر كومبليتلي. تمام. الاكزامبل عندي، خلي بالك من الاكزامبل ده، بيقول لي ايه؟ burn when the iron combine مع، طبعا combine او react مع الاكسجين والووتر يعمل حاجة اسمها راست. الراست عبارة عن ايه؟ قال لي عبارة عن iron oxide. خلي بالك من الحتة اللي جاية دي، ركز معايا لو سمحت، خلي بالك من الحتة اللي جاية دي. الايرن ده هو الايرن لما يتفاعل مع الووتر والاكسجين يعمل طبقة من الراست. الراست اللي عبارة عن ايه يا جماعة؟ كلمة راست عبارة عن ايه؟ عبارة عن ايرن اوكسايد. يبقى كلمة راست دي ممكن يجي بقى لك على شكل كلمة راست او على شكل كلمة ايرن اوكسايد، الاتنين حاجة واحدة. يبقى لما الايرن ده يتفاعل مع الاير والووتر، الاير اللي هو فيه اكسجين طبعا والووتر، يعمل حاجة اسمها الراست. الراست ده عبارة عن ايه؟ ريدش لاير، طبقة محمرة كده أو بنية. هذه الطبقة عبارة عن ايه؟ عبارة عن ايرن اوكسايد، يعني الحديد مع الأكسجين. وطبعا تختلف تماما في البروبرتيز. الايرن معروف انه هارد، بس الايرن اوكسايد ده سوفت، هش هش، يعني ممكن يتكسر بسهولة. تمام. نرجع تاني. يبقى هنا الرياكشن ما بين الايرن والووتر والاكسجين يديني ايرن اوكسايد. طيب تعال نشوف كده اكزامبل على الكيميكال رياكشن. طبعا برضو لما الاكسجين يتحد مع الكربون، هنا يا جماعه لما اجي احرق الفحم يتحد الاكسجين مع الكربون وايضا الهيدروجين بتاع الاير ويعمل هيت، يطلع حراره، هي دي البيرن. وطبعا اكيد الكول او الفحم ده هيديني نيو سبستانس باي نيو بروبرتس، هيديني اش. الاش ده ما اقدرش ارجعه. خلي بالك حاجه مهمه جدا، الكيميكال تشينج نوت ريفرسد، لا يمكن اعداد رجعها تاني او انها تبقى زي الاول. انما الفيزيكال ريفرسبل، يعني اقدر ارجع الحاجات الفيزيكال تشينج مره تانية لاصلها. لكن الكيميكال نو واي، لأن المادة الجديدة لا تعود إلى أصلها. هنا بيقول لك when vinegar، طبعا عملناها في السنتر مع الناس، when vinegar
كومباين مع البيكنج صودا، ده يدي لي بابلز، يطلع هنا بابلز. هذه البابلز عباره عن كربون دايوكسيد. ما اقدرش ارجع الفينيجر لوحده والبيكنج صودا لوحدها، طبعا ما ينفعش كيميكال. النوت في بقى كيميكال تشينج موجود في جسمنا اور بودي زي ما قلنا، زي ايه؟ زي الدايجيشن اوف فود. الفود دايجيشن ده يا شباب تعتبر كيميكال رياكشن جوه جسمنا، الاكل لما يتهضم ما اقدرش ارجعه لاصله مره تانية، لان ده اتغير فيه. تغير في ايه؟ في الاستراكشر نفسه، في التركيب نفسه، ويديني نيو سبستانس وهي عباره عن الاكل المهضوم. قلنا الفيزيكال اتشينج ده يعتبر ريفرس ات ايزلي، انما الكيميكال اتشينج كانت ريفرس ات ايزلي. يبقى الكيميكال ده ما اقدرش ارجعه، انما الفيزيكال اقدر ارجعه ايزلي بسهوله. هو ده الفرق بين الفيزيكال والكيميكال. ذا ايرون كومباين ويز، طبعا عندي ووتر واكسجين، قلت ووتر اوكسجين ماشي، قلت اوكسجين ووتر ماشي، الاثنين صح. ويديني ايه بقى؟ يدي طبعا نيو سبستانس اللي هو الايه؟ الراست. The change that are not reversed، اللي ما اقدرش ارجعه اكيد طبعا كيميكال. When iron joy are left out of rain، rain يعني مطر، مطر يعني اير، اير ومطر الاثنين يديني ايه؟ يديني الايرن راست اللي هو صدى الحديد. تمام يا شباب، ده اللي احنا قلناه، ده عبارة عن الفرق بين الكيميكال والفيزيكال. How has it changed؟ أنا دلوقتي عايز يديني evidence، دلائل على وجود كيميكال أو فيزيكال change. يعني لما أقول لك مثلا، يعني مثلا cutting paper ده كيميكال ولا فيزيكال؟ طبعا حضرتك هتقول لي فيزيكال يا سيدي، أقول لك برافو برافو فيزيكال. طب إيه الايفيدنس بتاعك؟ إيه دليلك إن هو فيزيكال؟ مين قال لك انه فيزيكال؟ فدلوقتي الجزء اللي هقوله دلوقتي عباره عن الايفيدنس. هاو كان يو بروف، ازاي تثبت ان هذا التشينج فيزيكال تشينج او كيميكال تشينج؟ طيب تعال نشوف كده ايه الايفيدنس دي. اول حاجه الفيزيكال تشينج، عندي كذا دليل ان هذا التشينج فيزيكال. كام واحد هيدي لي؟ 4. نمبر 1 السايز، التشينج في السايز يعني ايه؟ الحجم. اجد ان لما اجي مثلا عندي البيبر ده كتير، لكن لما انا اقطعه واصغره حجمه يقل. كاتنج فروت، خلي بالك هنا انا غيرت في ايه؟ في السايز، لكن كتركيب كاستراكشر للماده ما اتغيرتش، يبقى اسمه فيزيكال تشينج. لما اقول لك ايه؟ كات جيف ريزون، كاتنج بيبر از ا فيزيكال تشينج، تقول لي بيكوز ات تشينج ان ذا سايز. يبقى هنا الدليل بتاعي انه تشينج في السايز، كمان تشينج في الشيب، وده بقى بنشوفه كتير جدا لما يكون عندي اي حاجه معدن واقعد العب فيها اشكلها، سلك مثلا الف واعمله سبرينج حلزون مثلا. يعني دي كلها عباره عن فيزيكال تشينج. حتى الحديد لما انا اشكله اعمله مسامير، اعمله مش عارف حنفيه، اعمله اكره، اعمله باب، اعمله شباك، ده كله عباره عن فيزيكال اتشينج، لان انا بغير في الشيب فقط دون التغير في الاستراكشر. خلي بالك من ديت، اكسبكتد تشينج ان كلر، يعني ايه؟ يعني في يا جماعه تغير في اللون انا متوقعه. تغير في اللون انا متوقعه. يعني مثلا لما اجيب نقطه حبر ازرق واحطه في ميه، انا اتوقع ايه؟ الميه هيتغير الازرق، ده طبيعي ما دام انا متوقع هذا التغير في اللون وعارف هيبقى ايه، يبقى بسميه فيزيكال تشينج. ديفينيشن ليه؟ اقول له بيكوز ات از اكسبكتد تشينج ان كلر، يعني تغير في الكلر انا متوقعه. زي ما اعمل بينتينج، اي بينتينج لاي شيء، بيبر او وود، ده كله تشينج اكسبكتد تشينج في الكلر، فعلشان كده يعتبر فيزيكال. طيب تشينج في الستيت، واخدناها بقى من ليكويد للسوليد، من سوليد لليكويد، من سوليد
دي كلها عباره عن تغير في الاستيت وزاوية تشينج ان ستراكشر. يبقى معنى كده معنى كده ان انا بتكلم على الفيزيكال تشينج، تغير فيزيائي زي ميلتنج اوف بيس اوف شوكليت، زي مثلا ايفابوريشن اوف ووتر، كل ده. يبقى دول اربعه ايفيدنس على حدوث فيزيكال تشينج. يبقى انا اقول لك ليه، حتى يجي لي سؤال يقول لك ايه ايه نوع التشينج وليه، يعني مثلا ايه ميلتنج اوف بيس اوف باتر، طبعا ده فيزيكال، طب ليه؟ علشان هو تشينج في الستيت، كانت باتر زبده صلبه، سيحتها بقت ميلت بقت ليكويد، معنى كده يبقى انا غيرت في الستيت اوف ماتر، علشان كده بعتبره فيزيكال تشينج. طيب تعال نشوف بقى الايفيدنس بتاعت الكيميكال، ايه دليلك ان ده كيميكال تشينج؟ قال لي بص بقى، انت كنت بتقول ايه اكسبكتد تشينج في الكالر، لا هنا بقى ايه ان اكسبكتد، يعني تغير غير متوقع، زي مثلا الستارش، الستارش ابيض نشا، لما احط عليه الايودين ايه اللي يحصل؟ هيتغير لون الستارش الى الدارك بلو. انا عمري ما كنت اتصور، طبعا انا عرفت بعد كده، لكن قبل ما اعرف عمري ما كنت اتصور ان الايودين يحول الستارش الابيض زي الفل الجميل ده يحوله الى دارك بلو. طبعا ده عشان حصل كيميكال رياكشن، رياكت ما بين الايودين والستارش وطلع لي ان اكسبكتد كلر، يعني يا جماعه لون غير متوقع. حتى بص كده، بص معايا في الكوتشن ده يقول لك ايه، فرانك ان ايج لما قال البيض، طبعا ده يا جماعه كيميكال، يقول لي ليه؟ اقول له بص يا سيدي بقى حضرتك، تعالى بص اكسر البيضه كده، هتلاقي منها نازل منها زلال شفاف، زلال الشفاف ده عمري ما كنت، لما كنتش غير يعني قبل ما اشوفه يعني، او اعرف ان هو كده، ما اقدرش اقول عمري ما اكون اتوقع ان يبقى اللون بتاع الزلال ده يتحول الى ابيض اللي هو البياض. ياه انا عمري ما كنت اتوقع ده. يبقى معنى كده ادينا ايه؟ unexpected change في الكالر، تغير غير متوقع في اللون، يبقى على طول بتتكلم على كيميكال تشينج. ده اول حاجه، يبقى unexpected change في الكالر زي ما قلنا الايودين يتحول الى دارك بلو، كمان formation of gas bubble، ودي شفناها في التجربه بتاعت الستارش، سوري البيكنج باودر او البيكنج صودا مع الفينيجر، الكربوناتو مع الفينيجر، على طول يدي لي سبستانس، وهذه السبستانس عباره عن بابلز، فقاعات، طبعا هنا عباره عن فقاعات، وده طبعا دليل على ان حدوث كيميكال تشينج. اخر حاجه سترونج اودر، ريحه قويه، وده بتحصل لما الواحد يسيب اي حاجه وتعفن، ده معناها انها طلعت ريحه قويه، هذه الريحة القوية معناها في chemical change، تغير كيميائي، وده يعتبر evidence، دليل على chemical change. دي كده ازاي انا اتأكد ان ده chemical او physical، يعني ده chemical change ولا physical؟ يبقى كل حاجة من دي لها evidence، لها دليل يأكد لي ان ده chemical change او physical change. تمام يا سير، تعالى بقى نكمل الليشن بقى جي بتاع، طبعا هنا ده يعتبر قلناه، فاضل بينتنج الوود، طبعا ده هيبقى فيزيكال لانه اكسبكتد تشينج بالكلر، وطبعا البريد بقى هنا بقى، بصوا البريد، البريد لما مامتك مثلا ايه احيانا تنسى الاكل، قول يا نهار ابيض ده ريحه شياط، ريحه شياط دي معناها ايه؟ معناها سترونج اودر، ريحه قويه، وده دليل على حدوث كيميكال تشينج، الاكل اتحرق يعني، طبعا الاكل اتحرق ده مستحيل. It is impossible ان اقدر ارجعه سليم مره ثانيه، وده ليه؟ لانه كيميكال تشينج، تشينج في ايه يا شباب؟ تشينج في الشيب والاستراكشر، ويكون لي نيو سبستانس
باي نيو بروبرتيز. ده كده الايفيدنس على حدوث كيميكال تشينج، على حدوث تغير كيميائي. طيب تعال بقى نكمل موضوعنا اللي هو اخر ليسون عندي في المنهج اللي هو ليسون 7. هو طبعا ما فيهوش مشكله، الاول ده كله مفاهيم على كونسبتات. تعال بقى نشوف الحته المهمه دي اللي بتاعت ستيم. ايه الاول مفهوم كلمه ستيم عندك؟ ستيم دي يا شباب اختصار لكذا كلمه، ساينس، الاس ساينس، ثم التي تكنولوجي، ثم الاي انجينيرينج، ثم الام اللي هي ماثماتيك. يبقى ساينس تكنولوجي انجينيرينج ماثماتكس، فدي كلها اختصار لكلمه ستيم اللي احنا عارفينها، اللي تعني مدارس المسؤوله عن تعليم التتح الاربع حاجات دول. اول حاجه يقول لي ايه؟ يقول لي السولت ده سير، السولت ووتر ديت and salt water of sea and ocean is considered as a mixture. طبعا طبعا ماشي، انها عباره عن salt is dissolves مع الووتر، واقدر انفسرها بسهوله بطريقه الايه؟ الايفابوريشن. ماشي. اثنين، الكومبوننت بتاعت الميكشر كان بي سيبريتد. طبعا طبعا افصلها الكومبوننت احنا خدنا طريقتين، اخدنا الفلتريشن لو كانت حاجه فيري تايني، و انسوليبل ما بتدوبش انسوليبل، لكن لو دابت زي السولت والشغل اعملها ايفابوريشن. تمام. طيب تعالى بقى في حاجه اسمها بلينتي اوف ووتر بات نون تو درينك. الميه يا جماعه 70% تقريبا او 71% بالظبط يعني من مساحه الارض اللي احنا عايشين فيها ميه. طب والباقي؟ الباقي عباره عن كونتيننت اللي هي يابسه. طيب المياه دي سير عادي نشربها؟ لا طبعا مش هتعرف تشربها. ليه سير؟ لانها مشكله في مش انها سامه يا شباب، مش سامه، هي ليست ماده سامه، ولكن هي عباره عن ماده الووتر، السولت ووتر ده هتعمل لك حاجه خلي بالك منها بقى ايه؟ انها هتحول جسمك الى حاجه اسمها ديهايدريتد. كلمه ديهايدريتد يعني جسمك هيفقد الميه كتير جدا. يعني الفرق ما بين الاول، ركز معايا بقى، الاول جسمي انا دلوقتي الطبيعي يكون هايدريتد. وات مينت باي هايدريتد؟ يعني بيه كميه مناسبه وكافيه من الووتر، علشان كده ينصح بتناول الميه او بشرب الماء يعني لا يقل عن 2 لتر يوميا. ماشي. 70% قلنا من مساحه الارض ميه مالحه، هي ميه جنرال الاول، وتقريبا 97% من الميه اللي موجوده على الارض مالحه، و3% بس تقريبا يعني بشكل تقريبي هي اللي ايه؟ فريش ووتر. يا معقوله؟ اه ده معنى كده الفريش ووتر قليله جدا. طب ما كده مصيبة. اه طبعا مصيبة. طب الحل ايه؟ ان احنا نعمل حاجة اسمها تحلية مياه الشرب، ديسالينيشن. ديسالينيشن اللي هي تحلية مياه الشرب، ان افصل السولتس عن الووتر وتصبح عندي مياه صالحة للشرب. طب تعال حتى نعرف what is the desalination، يعني ايه تحلية مياه الشرب؟ تحلية مياه الشرب معناها ان افصل ريموف السولت فروم ووتر. المياه دي عباره عن مياه مالحه، وكلنا طبعا شربنا مياه من البحر ده لما شبعنا. المياه مالحه جدا. ده معناها لو انا عملت ايفابوريشن للمياه دي، المياه البخار هيطلع لوحده ويسيب السولت. ودي تعتبر اللي هي دي سالينيشن، عمليه تحليه مياه الشرب. التحلية بتمر بمرحلتين. يعني تحلية مياه الشرب بتمر بمرحلتين، ايه هما المرحلتين دول بقى؟ بص، أول مرحلة اسمها الفلتريشن. المياه تطلع من هنا كده، تطلع 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 تطلع،
الفلتر ده يطلع منها ايه؟ السولت، لا سوري اسف مش السولت، الشوائب بقى والرمل والساند ومش عارف ايه، وبقايا الكائنات الميتة وحاجات ياما، بلاوي بلاوي هتخرج من مين؟ من المية. وتطلع المية بقى كده اللي هي بالملح بقى تخش هنا. بس المية بالملح اللي هتخش هنا، أشعة الشمس دي هتعمل لها ايفابوريشن، ولما تعمل ايفابوريشن تكون بخار ماء يخبط في الجلاس ده وتحول الى ميه، ينزل بقى هنا واخده يعتبر دي بقى ماء محلاه. طب والبقايا والحاجات البلاوي دي كلها هرميها تاني في البحر. طيب تعالى بقى نشوف الكلام ده هنا ازاي اهو. قال لي اول حاجه انا بتمر بمرحلتين، فلتريشن يعني ريموف ا لارج ماتيريال ساتش از سي وود شيلز قواقع او اصداف فيش سمك، بقايا السمك طبعا، دي كلها حاجات موجودة، ساند رمل، دي كلها حاجات موجودة فين؟ في المية. الفلتر هيطلعها لي. طيب الووتر والسولت الباقيين بقى and gases what passes by through a filter that make water still undrinkable. لسه الميه كده يا جماعه مش هتتشرب، ده ميه مملحه لسه. ادخلها بقى على العمليه الثانيه، يبقى انا كده الفلتر طلعت بس الحاجات اللي موجوده في الميه، الشوائب اللي موجوده في الميه، بس ستيل الميه ما زالت ايه؟ undrinkable. لما ادخلها بقى في الايفابوريشن تتبخر الميه ويتبقى عند السولت اهو، بويلنج ووتر، الووتر فابور رايسز اب ويسيب السولت اند اذر مينرالز موجوده في القاع. طيب وبعدين وين كولينج، لما البخار يخبط في الجلاس يتحول كوندنسيشن، يرجع مره تانية الى دروبلز اوف ووتر، ودي تبقى الميه اللي انا ممكن اشربها. الموضوع ده جميل جدا ولذيذ، ولكن له بعض المشاكل، له disadvantages. advantages يعني مميزات، dis أضرار. ايه بقى البروبلم اللي ممكن تتكون بهذه العملية desalination؟ أول حاجة محتاجة انرجي. فين ده بقى يا سيدي؟ أنت بتستخدم الشمس. ما هو أنا عشان أعمل بقى بامبج للووتر من البحر وادخلها لفوق ومش عارف، محتاج مضخات ومحتاج فلاتر وشغل، يعني معنى كده هتبقى اكسبنسيف صح. لذلك اللي بيقوم بالعمليات دي الدول اللي عندها امكانيات. طيب كمان ادوان و 2 3 ات ميل تو ذا انفيرمنتال بروبلم. وكلمه انفيرمنتال بروبلم يعني ايه؟ مشاكل بيئيه. لان سام او سمول مارين اورجانيزمز هتتاذي من ايه؟ من انها ساكنج، هتبدا تمتص اوف ووتر انتو دي سالينيشن بلانتس، يعني هتبدا تمتص الميه اللي جايه من هنا من دي سالينيشن، وده يعمل على طول يا جماعه ايه؟ بروبلم في بعض مارين اورجانيزمز. طيب وبعدين كمان الووتر اللي هو عايز فيه بقى بيج اماونت اوف سولتس، هرجعه مره تاني الاوشن افتر ديسالينيشن، طبعا ده هيبقى دينجرس على المارين لايف. يبقى عندي مشاكل هتحصل في المنطقه اللي انا بعمل فيها ديسالينيشن علشان السولتس بقى اللي برجعها تاني، وهذه السمول مارين اورجانيزمز هتتاذي نتيجه امتصاص اوف ووتر انتو الامتصاص الميه بقى اللي ايه؟ من الديسالينيشن. فطبعا دي حاجه، وكمان ان برمي الويستس اللي انا طلعتها فلترتها في الميه تاني وتعمل لي مشاكل بيئيه. نوت درينكينج سولت ووتر ميك ذا هيومن بادي، شوف بقى هنا دي هايدريت. يعني ايه دي هايدريت؟ هيقولها لك اهو، ذات سيمين، بص ذات سيمين هيومن بادي لوس ووتر فاستر، انك تفقد الميه بسهوله بسرعه، ودي مشكله طبعا لازم تتظبط.
Egypt has over 80 desalination plants اللي هي محطات للتحلية، تقريبا أكتر من 80 محطة. We use desalination process to remove salty water. طبعا true. We can drink salt water falls. Desalination does not have any disadvantage falls. يبقى بيقول لك مالهاش اي ادفنتج، ما عملهاش اضرار. طبعا غلط. Egypt does not have any desalination plant. طبعا برضو غلط. احنا عندنا تقريبا 81. كل الكلمات دي كي بتاعت الليسون كله، بتاعت ليسون 7 اهو، مهمه جدا جدا. وليسون طبعا 6 اللي احنا عدناه تاني النهارده عشان خاطر الناس. تمام يا شباب، يبقى كده احنا خلصنا الجزء بتاعنا. بس عايز اقول حاجه، اللي هي طبعا يا جماعه التحليه مياه البحر دي بتستخدم غالبا للنباتات، عشان كده حتى اقول لك ايه اللي هي desalination plants، ودي تسمى محطات تحلية المياه، ودي خاصة بزراعة النباتات عشان أنا أقدر أزرع بيها النباتات. فدي تعتبر نوع من أنواع، طبعا في تستخدم أحيانا في الشرب، يعني في بعض الدول ما عندهاش أنهار فبتستخدم هذه المياه في الشرب. تمام، ولكن زي ما قلت لك معظمها الهدف منه إن أنا أعمل بلانتنج للنبات، ري للنباتات. طيب دلوقتي